دي كانت مساحتنا الأولى في ظلال الأصيل رفقة ضيفي الشاعرين الشابين تجاني أزهري مراد الشهير بعصافة المراد واللبيب طارق. لا شك أن للكلمة دورة الكبير حينما تتحول من كلمة صامتة إلى كلمة منطوقة، حينما تقال على شكل شعر أو ربما تمثل على هيئة دراما أو تموسق على هيئة لحن. الدراما كذلك لها دورها الكبير المؤثر في النفوس والمسرح. للدراما عدد من التأثيرات الاجتماعية التي تقع على عاتق العاملين فيها. نذكر من هذه الشخصيات فائزة عمسيب التي كانت من الرواد في الدراما الإذاعية والتلفزيونية والتي شاركت باكرا على مستوى الوطن العربي. نتواصل نحن وأنتم في ظلال أصيل ومساحات مختلفة للإبداع. شوفي هيني، أنا بيتبعي فيها ما بديها من طرف، لا أنت ما طرف لكن ولدك طرف ونص. هاي يعني الزول ما يقول نصيحة؟ ها حاجة وين يا؟ يا ولدي ما تصبر، أنا ما بعرف أتكلم والركشة متحركة. خالتو قسمة؟ ازاي؟ الله يسلمك. كيفك؟ تمام؟ تعالي تعالي. الحمد لله. كيف يحصل دحين المفتاح وين؟ هيا خالتو قسمة كده، خلينا ناخد نفسي شوية كده. أصبري صاحبي بتعشى طلقوها؟ طلقوها؟ دي أول شي أختي جلدوها، بعدين شيلوها هدومها وطردوها، وأنت أختي الخبر ده ما داسينه، قال لك منو؟ يا بنتي هي البلد دي قال لك فيها حاجة بتدسى. صدقت والله. ما ممكن يا أخوانا يا أخ، ما عندنا زمن بتاع توريد يا أخ. أصبر يا ولدي، ما تصبر، ما شايف المتكلم؟ أي ما قال لك أصبر يا أخ، ما ماسكين موضوع مهم، مالك أنت يا أخي؟ سيبك منه. أها. أنا شفتي من يوم شفتها في الكوشة ده قلت البيت دي ما بتقعد في بيت نسابتها ده يوم واحد. قالوا لك ما دلع جلس دلع، لا بتعرف تطبخ لا بتعرف تنظف، لا دلع ده وديها الحوامة تحوم الحلة دي بيدك القلي. يختمها زي أمها. أمها 24 ساعة حايمة من بيت بك لبيت المستشفى. النبي في حوا. وكان شفت كرعينة ده لما مغبرات من الحوامة. باري يا أختي كر. أها يا أختي وضعتك الله والرسول، خلي بالك من روحي. وضعناك الله والرسول. كيفك ان شاء الله كويسه؟ الله يسلمك ويبارك فيك. كيفك والله ماشي علينا اسمنال وجايه منال هذه. اي كلمي لي يا عيني ان شاء الله. ها طيب وضحتك الله. منال كيفك؟ كيفك اتلخمت؟ كيف ان شاء الله كويسه؟ الله يبارك فيك. وين اختي ما ظاهره؟ اختي ما ظاهره ماشيه وين لسه؟ والله ماشيه ليه منال؟ مالك صاحبتها ما قالوا طلقوها؟ اجي يا كاف البنت طلقوها خمسة. والله شفت شهر بس ما تمت وطلقوها. لا حول ولا قوة الا بالله. بارك ما سمحتي؟ باري ما سمحت يا ترى شو غيرك عم منك انت هسه؟ خلاص كنت علي لا بكره كان مشينا لا سوا بتفهمنا غلط. خلاص ها ان شاء الله. اها طيب ابدا اسهر يا ان شاء الله. الله يسلمك. والله النخيل دي كرهتني على قد الصناديق دي، محل ما اخد في صندوق اي الله دخله في الصندوق وقال شنو دايره انا الصف الاولى. انا ما بعرف الفلوس دي بتوديها وين. ها لا ماكله فيها لا شاربه فيها، تحوم من بيت لبيت. هالحكايه شنو يا اخواني؟ والله جننتني وكرهتني الصناديق ذاته. مع السلامه. وضحتك الله. خلاص والله بالغت، والله بالغت يا حاجه يا اخي. ما بالغت يا اخي. عادي يا ولدي انا ما كلمتك، ما بعرف اتكلم والركشه ماشيه. واو 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 وا